التاريخ 2009، الحدث إنشاء سمارتك كعلامة تجارية سعودية مؤثرة ورقم صعب في معادلة الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية. فهد العوفي الرئيس التنفيذي لسمارتك. اتخذت سمارتك عددا من الإنجازات في طريقها نحو النجاح. كان لسمارتك الشرف أن احتضنت في حاضنة الأمير محمد بن سلمان للإعلام الرقمي لتكون نموذجا رائدا في نفس المجال، مجال الإعلام والاتصال. في 2020 اقتنصت سمارتك الفرصة لتحقق رقما قياسيا على مستوى العالم، وسجل رسميا في جينيس للأرقام القياسية. رؤيتنا في سمارتك أن نكون الشريك الرقمي الأبداع المفضل لقطاع الأعمال، ولذلك تحت هذه الرؤية تعمل 3 استوديوهات: استوديو الإبداع المتخصص في تطوير العلامات التجارية وإنشائها وإخراجها بشكل إبداعي في كافة الأسواق وكافة الأعمال الإبداعية من التصاميم وغيرها، ثم بعد ذلك الاستوديو المتخصص في التسويق، استوديو التسويق، بحيث يكون فيه كافة الحلول التسويقية المتكاملة لكل العلامات التجارية وقطاع الأعمال وغيرها، وكذلك استوديو البزنس الذي يقوم على تطوير الأعمال وإنشاء الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي من شأنها نمو العلامات التجارية لشركائنا في سمارتك. سمارتك لديها عدد من المبادرات، فمن ضمن المبادرات الكبيرة والتي حققت فيها رقما قياسيا في جينيس الأرقام العالمية بالشراكة مع منشآت وعدد من الجهات معسكر سمارتك الرقمي، والذي استفاد منه أكثر من مئات الآلاف في وقت وجيز وقياسي في خلال 4 أيام في الوركشوب والدورات التي قدمت. بيئة العمل في سمارتك هي بيئة جاذبة مليئة بالتبادل المعرفي والتناغم المتكامل، بحيث تقوم على أيدي أكفاء متخصصين في الإعلام والاتصال والتسويق وكذلك صناعة العلامات التجارية والتقنية، لكي نخرج لعملائنا كل ما يتطلبونه من أعمال على وجه كبير من الاحترافية وكذلك الدقة والموثوقية العالية. نحن نواكب كل يوم هذا التطور الذي لا يتوقف في الإعلام والاتصال والتسويق وتقنية المعلومات، لكي ننشئ لعملائنا في كل يوم قصة جديدة إبداعية.